أخريات أيام حياة النبي صلى الله عليه وآله، وفي جيش وجهه إلى محاربة الإمبراطورية الرومانية. روم الإمبراطورية العظيمة في ذلك الوقت، إمبراطورية الفرس كانت والروم. هذا الجيش راجع البحار، كاتب في هذا الجيش: وكان فلم يبق أحد من أجلة المهاجرين والأنصار، الكبار الكبار الأشراف رؤساء القبائل الأفراد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله من قبل 20 عام، كل هؤلاء كانوا في هذا الجيش، جيش الكبير الخطير. من اللي عين النبي صلى الله عليه وآله؟ شاب شاب عمره 18 عام، هذا أظن في تاريخ الحروب، يعني إذا تأخذون تاريخ الحروب التاريخ العسكري على مر التاريخ ما أظن تجدون مثل هذا الشيء. شاب عمره 18 عام يقود جيشا لمقاومة لمحاربة الإمبراطورية العظمى في ذلك اليوم. هذا التاريخ العسكري بين أيديكم، ما أظن أكو هالشكل. 18 سنة، أسامة بن زيد جعله قائدا لهذا الجيش وقال له: سر على بركة الله، روح. الكبار ما قبلوا، يعني بعضهم طبعا قالوا: يولى غلام على أجلة المهاجرين، غلام شاب. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وخرج، والنبي صلى الله عليه وآله كان في تلك الأيام الأخيرة من حياته كان مريض. خرج إلى المسجد وصعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما مقالة من بعضكم بلغتني في تأمير أسامة، ولئن طعنتم في تأمير أسامة لقد طعنتم في تأمير أباه من قبل، وإنه كان جديرا بالإمارة، وإن ابنه من بعده لخليق بها. هذا كفو، أسامة كفو، أبو أيضا كان كفو ولو شاء، لكن قضية الكفاءة لا ترتبط بالشيخوخة أو بالشباب. أنتم عندما تراجعون إلى طبيب تشوفون أنه شيخ أو شاب؟ لا، كفو يكون. إذا شاب كفو تراجعوا، إذا الشيخ مو كفو ما تراجعوا. عندما يعينون أستاذ في الجامعة يلاحظون أن لحيته بيضاء أو سوداء؟ لا، يقدر لو ما يقدر، يفهم أو لا يفهم، هذا هو المقياس. وإنه كان جديرا أو خليقا بالإمارة، وإن ابنه من بعده لخليق بها أو لخليق بالإمارة.